مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا وسهلا بكم. نجوم حلقة الليلة في هذا البرنامج صاحب إحساس رائع، يعزف بآلته التي أحبها كثيرا على آلة الكمان، والضيف الآخر هو فنان شعبي له كاركتر خاص وكاريزما خاصة، وأيضا يتميز بالرقص الشعبي المميز. سنرحب بهم وستعرفون من هم، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، من هنا من حاضرة حضرموت وعروس الشطانة العربية المكلة نلتقيكم اليوم في حلقة جديدة من نجوم الليلة. ونجوم الليلة هم صاحب الكاركتر الخاص والفنان الشعبي الرائع عوض بو سبعة. أهلا وسهلا فيك. وأيضا العازف صاحب الإحساس الجميل عازف الكمان مالك الكلالي. أهلا وسهلا فيك. وأكيد رحب بضيفي العزيز وصديقي نيازي بن الشيخ. كيفك؟ متحمس اليوم الحلقة؟ أكيد. طيب، أولا هناك شخصية تميز عوض بو سبعة في مجالين، في هناك رقص شعبي وفي هناك أيضا غناء، يعني أيهما الأقرب إليك؟ الغناء. الغناء الأقرب إليك. أيوه. لكن أنت كمان في الرقص الشعبي نجم تعتبر نفسك. شكرا. يعني العين عليك والكاميرا عليك دائما. بس في نجوم برضه يعني مش لحالي. متى اكتشفت هذه المواهب اللي عندك سواء في الغناء او في التمثيل؟ الرقص قصدي، عذرا. الرقص قبل الغناء. نعم. الغناء بعدين، يعني في يمكن 2015 2014 كذا بديت الغناء. الرقص يعني كيف كانت المراحل الاولى؟ حد دعمك؟ المراحل الاولى كانت في المدرسه. لما كنت في المدرسه كنت نرقص ونغني، يعني قصدي نعزف ايقاع. الفترة اللي يكون فيها نقص في الرقص نكون مكمل، واللي كان في الإيقاع نروح الإيقاع. ما شاء الله شامل، أنت متعدد ما شاء الله. الإيقاعات مالك. طبعا كان معي أستاذ أجلاء سليم برضه في الإيقاع من ضمن التعليم يعني. ما شاء الله. مالك أيضا أنت حنعود لك أكيد عوض اليوم، يعني يا ويلك مني. أمورك طيب. يعني بنلعب سوا وبنتحدث سوا أكيد معنا مالك. مالك، حدثنا عن ارتباطك مع الكمان. طبعا ارتباطي بالكمان، بديت نتعلم الكمان في ثالثة جامعة. يعني قبل ما ندخل ثالثة المستوى الثالث في الفترة هذه الإجازة حاولت نتعلم من الآلة، يعني من قرب، يعني مش من فترة طويلة، فهمتنا؟ يعني لو تقاربها يعني حدود أربع ونص سنة كذا، أربع سنين أو خمس سنين بهذا الشكل. يعني كنت يعني من الأشخاص الذين تحبهم وهم يعزفون الكمان، وأنت تقول نحبنا أقول والله مثل هكذا موهبتي تكون؟ بالنسبة للعازفين الخارج ولا أعطينا أسماء محليين وأسماء خارجيين.
يعني طبعاً مش عيب الطموح ان الواحد يطمح لل شوف هو التمييز يعني بالنسبه التمييز هو اصلا غير لعب اللي اعطاك الاحساس اول لكن في يعني في ناس عازفين يعني كل عازف يتميز بصفته فهمت يعني ميزه يتصفها عن العازف الاخر تلاقي انور حريري يعني عازف يعني طبعا نعم لو تسمع يعني العازف حقه مش مثلا عبدو ذهب اسمه العازف المصري هذا عازف الكمان عبدو داغر عبدو داغر مدرسه اخرى انور الحريري مدرسه اخرى فهمت يعني كل عازف يتميز بطابعه يعني الخاص في العزف ممكن تسمع ده وتسمع ده وتتميز انت بطابعك لما انت يعني انت طبعا معك آلتك الخاصه انا معي آلتي الخاصه لكن الآله مش بذاك المستوى يعني يعني هي تتعدد يعني مستوياتها ايوه مستويات يعني في كمانات توصل يعني 7000 سعودي هل تعتبر نفسك من المحترفين ام من الهواة؟ لا انا هاوي طبعا بالنسبه للعازف يعني اذا صار اكاديمي يعني دارس نوته خريج معاهد لكن ماشي معاهد اصلا عنها فهمت كيف حضر موت ماشي معاهد لا بشكل يعني الساحل كان في السابق في حضرموت معهد اول ايام الحزب قديم نعم لكن الحين خلاص اعتقد في فكره لتجديده مره اخرى في فكره لكن مجرد فكره عادة ان شاء الله انها تطب لا لا تحطم نفسك لا تحطم الناس اللي كانوا منتظرين على بارقه امل ان شاء الله ان شاء الله تقطع عليهم الامل خلي ان شاء الله, الامال كبيره ان شاء الله نكون باذن الله عوض ابو سبعه الالوان الغنائيه كثيره ومتعدده ليش انت دائما مثلا تحب اللون الشعبي نحسه فيه كاركتر صح من شخصيتك لانك اجتماعي ربما والله اللون الشعبي يعني لون حلو تمام والفترة الأخيرة أقول كلهم يعني بعضهم راحوا للخليجي تمام يعني مش كلنا نروح للخليجي يا أخي فننا وين راح كنت قالها قبل فنان راح الكرام مرسال يغنون للخليجي وحقنا ما يشلون فهمتنا يعني لازم نحن يا أخي نين أول حاجة نغني حقنا بعدين نروح الحق دلال إذا كان هم في الخليج يغنون حقنا ليش ما نغني حقنا نحن صحيح نعم هذا الشيء اللي خلينا نتطرق للشعبي أكثر طيب هل هو صعب أم سهل يعني؟ والله هو صعب من ناحية صعب لكن إذا تعلمت واجتهدت يكون سهل بالنسبة لك إذا كفنان زي إيش الألوان الشعبية اللي ممكن قد غيرك من الشباب يشوف إنها صعبة ولكن هي سهلة بسيطة يعني؟ يعني أغاني وايد مثل إيش؟ مثل أنا شيء غريب شعبي بحت يعني لا لا الله حمد صلى الله مثل الخيالي اللي قاعد الخيالي تمام يعني زي الأغنية حق شوقني ورقن يعني هذول الناس كبار غنونها مرسال سعيد عبد النعيم وبكر سالم هذول يعني حتى أنا الآن ما نقدر نغنيها لكن أنت تسمع لهم نسمع لهم وتحاول نحاول إن نكون مثلهم إن شاء الله وأحسن إن شاء الله نتمنى ذلك مالك تطلع في مناسبات غنائية تشارك بآلتك وتعزف عليها؟ شاركت في بعض الحفلات يعني مناسبات سواء كانت زواجات أكثرها مقايل يعني خاصة مقايل شارك فيها هل هناك طموح أنك تروح وتدرس العزف؟ أكيد كل واحد بيتمنى أي عازف تقول له هذا الشيء بيتمنى هذا الشيء إيش البلد أو اللي أنت تحب انك تروح تدرس فيها مثلا البلد تدرس يعني فيها آلة الكمان موسكو بدي اتحقق ذلك لها ليش لا؟ انت على فكره محبط لا لا ما هو محبط لكن شوف الواقع البلاد اللي مره فيها يعني كلامها بعيد يعني ان شاء الله انها بقعد تعدل وبقعد الامور ربما تمام يعني يمكن يكون حظك سعيد غير إن شاء الله. الكل إن شاء الله. لا تحبطنا ماشي احبط مالي طيب طبعا اليوم نحن بنستمتع معاكم حتعزف لنا اكثر من وصله يعني وصلتين ثلاث وصلات يعني حقول لك اعزف لي شيء لحالك هكذا بالكمان لكن مش الان بعد كده فاصل او اثناء الحلقه يعني ان شاء الله بما ان هناك في اهازيج قديمه عوض بو سبعه ربما للاطفال ربما غير الاطفال كان يرددها سابقا الاطفال وشكلها اندثرت الان يعني اندثرت عذرا اندثرت الان هذه الاهازيج
زيش يعني. يعني زمان كان الأطفال لما يلعبون يرددون أهازيج لما انعمل الأوبريت بهجة الطفولة. أيوة. لو أنت تذكره مش كان في هناك أهازيج؟ يمكن بدينا الطفل عادنا. الأوبريت. طب مسمع للغاية الآن. كلنا أطفال. وحد يكره أن يرجع طفل؟ لا. يعني قصدك زي يا ما صيمة و... باختصار الموضوع عوض بغيتك تدندن لي أهزوجة أو شيء شعبي مرة. بغيت بسمع شيء شعبي. شعبي مرة يعني يعني ممكن العياوز يقولوا لك ولا ده شعبي يعني خلاص يذكرك بعادات وتقاليد. تدندن لنا مقطوعة تقول لنا عادات وتقاليد إلا مقطع صغير بس منه. ذكر لنا عشي مخ ما يقولش اللي عادة ما انت بحين تقول طفل ضيعت في كلامك. كلنا شيء حتى من شوف كمان يعتبر من العادات والتقاليد الأعراس النسائية أو الشريعات والأشياء هذه ممكن. أنا مرة شفتك غنيت أعتقد في حفلة من الحفلات اللي شرفت بتقديمها كان طاب اللقاء أو شيء صح؟ أيوة. بما أن إحنا الآن في 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 لقاء جميل. أيوة. أعطينا مقطع منه بس. هذا طبعاً الفنانة الشعبية الراحلة فاطمة عوض. نعم. تمام. من ليلة هلا أنس وفراح والكل متهني ومرتاح. من ليلة هلا أنس وفراح والكل متهني ومرتاح. ونجم السعادة فوقنا لاح. طاب اللقاء طاب اللقاء في أنس وفراح. نجم السعادة فوقنا لاح. طاب اللقاء طاب اللقاء في أنس وفراح. بحطكم فوق راسي أهلي وربعي وناسي. بحطكم فوق راسي أهلي وربعي وناسي. من صدق ما هو تمداح. طاب اللقاء طاب اللقاء في أنس وفراح. الله عليك الله عليك. طاب اللقاء في أنس وفراح. هذه المقطوعة تأثر كثير في ربما الآن شفت رسمت بهجة لكثير من النساء في البيوت لكثير من العوائل اللي دائما كانوا يسمعون الفنانة الشعبية فاطمة عوض على المذياع وهم جالسين ينتظروها وقت الظهيرة. اليوم أنت جيت لهم في الليل والهنك شعبي يعني ما شاء الله عليك. إلى الآن أسمعها عنها الآن ولها وقع ولها نفسية طيبة. مالك الكلالي هناك أيضا الكثير من المقطوعات الخارجية مقطوعات عندنا هنا فنية. هل أنت ممكن تسمع وتحاول تدرب نفسك يعني أنك تقولها من جديد على آلة الكمان؟ طبعا المقطوعات نحن نسمع مقطوعات نحاول نطبقها يعني. لكن لو كان تحت إشراف يعني إنسان يعني خاصة المقطوعات يعني العالمية والأشياء دل تحت إشراف يعني متدرب تأهل عشان يعرف حتى شيء نغمة أو شيء جملة بسيطة راحت منك يرشدك فيها. لكن أنت عندك القدرة أنك تمسك آلة الكمان وتقول أي مقطوعة إحنا نقولك عليها. حلو. إذا دندن مثلا عوض أنت ممكن على طول على السريع تكون معاه يعني في نفس التوقيت صح؟ إن شاء الله. أنا نقول لك هكذا لأنه في هناك فقرة معانا يعني هذه. أنا حقول لك أسماء يعني كثيرة أسماء مختلفة من فنانين أقول الاسم على طول تجيب لي أنت أغنية تبعه مقطع وأنت على طول معاه بالكمان إن شاء الله. أنت جاهز؟ أهم شيء بس إن نحن مستنيين. أنا أقول شوف كله عند العلبة هذه أنت وحظك. حظك هو يطلع لك الفنان اللي تكون المقطوعة حاضرة علشان الناس تعرف أنك موهوب وبرضه كمان ذخيرة المتابعة وأيضا التطوير عند عوض تكون كمان حلوة صح؟ صح. جاهزين نلعبها؟ إن شاء الله. هذه اللعبة الأولى في البرنامج. طيب جاهزين نلعبها؟ لعبة صعبة. لا لا لعبة جدا. إحنا بنحلها ما. طيب. كرامة مرسال. عندليب حضرموت الأسمر بصبري كرامة سعيد مرسال رحمة الله عليه. بسرعة دندلنا شيء للراحل كرامة مرسال
ومعاك مالك الكلالي على الكمان. شيل المايك يا عوا عشان ما تأخذ معنا وقت. أنا بغيت الفقرة هذه تكون عفوية تمام علشان المحبة مصيبة، المحبة مصيبة، فاللي تصيبة تأخذ القلب وقتي ومعها يام. المحبة مصيبة، المحبة مصيبة، واللي تصيبة تأخذ القلب وتهي معها يام. دوب بعد الحبيب كل من حب ما يوصل غير النصيب، دوب بعد الحبيب كل من حب ما يوصل غير النصيب. انت حساس مريب، انت حساس مريب، من عماي الحبيبة يسهر الليل كله والعوالم يام. انت حساس مريب، انت حساس مريب، من عماي الحبيبة يسهر الليل كله والعوالم يام. في بكاء ونحيب كل من حب ما يوصل غير النصيب. طيب بما انك رائع جدا، بما انك طولتها لي صح، انا بغيتك كنت على السريع تقول لي كوبليه كوبليه. انا حفرق لك مالك الان حخليك لحالك، لكن ومالك انت حيكون معك الكمان، بس انت لحالك حقول لك اسم من هذا، حطلع لك اسم انت على طول تعزف لي من غير عوض تمام. ها علشان ندي لك مساحة أنت كمان تعرف ناس موهبتك وندي العوض. نبدأ معاك يا مالك تمام. أم كلثوم ممكن. احنا قلنا فقرة عفوية، فاحنا بغتناك، فاكيد المشاهد سيعذرنا كثيرا اكيد. عوض يلا نختار لك بعدين نكون في الوصلة الاغنية الفاصل يعني. لا تطلع لي نحاول نشوف نطلع بعض مواهبك. عبد الحليم العندليب عبد الحليم حافظ. أصمر يا سماراني مين أسك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. أصمر يا سماراني مين أسك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، وطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر. انا عرفت ليش الاسمر يعني انت جبت. اقرب خلاص والله عاد واحده خلاص ها هيحتاج هيحتاج بس خلاص كلها الشغله كلها عفويه ظروف. طيب احنا حنكون معاكم في محاور كثيره عن الامال الاعمال اللي لكم كعوض مثلا، ايش الاعمال اللي سواها. لكن قبل نطلع فاصل اكيد احنا حابين نسمع وصله منكم، واكيد الساده المشاهدين شغوفين ايضا بسماع اغنيه منكم. الآن قبل أن نطلع الفاصل إيش هتغنوا لنا؟
مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود معكم في نجوم الليلة، لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معكم مستمتعين بهذه الأجواء الغنائية السعيدة والسهرة الجميلة في نجوم الليلة، مالك الكلالي وعوض بو سبعة والعزيز دائما نيازي بن الشيخ. نحن كنا تحدثنا كثيرا عن الألوان الغنائية الشعبية ومدى ارتباطكم بكل موهبة لديكم. هناك موضوع الاحتواء والسند والداعم، برأيكم هل تحتاج الموهبة لمن يشجعها، لمن يدفع بها لكي تتطور وتظهر للرأي العام مثلا؟ أكيد أكيد أكيد. بداية طبعا بالنسبة يعني إذا كان تحصل مثلا شاب أو الشباب ديل الناشئين سواء كان في الغناء أو في العزف، فهمتنا؟ تحصل في فترة متولع بالهواية، فهمتنا؟ سواء كان الموسيقى أو الغناء، لكن عندما لا يلاقي أي اهتمام سواء كان من ثقافة من الناس المهتمين بالفن، فهمتنا؟ ما حد يحتضنهم، ما حد يقدمهم، على طول بينتهي، فهمتنا؟ يعني بيصير فترة بس معينة، عطاه خمس أشهر خمس سنين، فهمتنا؟ ست سنين، لكن بتلاقي بعدين التحطيم في قلبه. برأيك مدى يتوجب على الموهبة؟ يعني مش نحن عنها طلعنا ذحين ناشئين، لا في من قبلها كانوا ناشئين، وانا نعرف ناس يعني يحكون عنهم يعني في ناشئين، في واحد مش حير فيه، فهمتنا؟ كانوا على كذا هاويين الأشياء هذه، لكن ما حد استقطبهم، ما حد رحبهم، ما حد ماشي عصر التحطيم يعني ماشي اهتمام. حتى عندما يوم مثلا بعض أحيانا من عند عازفين مثلا كبار تحصلهم يقولون نحن أنا فاضي، فهمتنا؟ مشغولين والله بسهرات ولا بشيء، تلاقي خلاص الأبواب تتقفل. قناعتك أنت هل ممكن إنه شخص استسلم يقول خلاص ما حد دعمنا مثلا، ما شجعونا، حطمونا، هل أنا خلاص أكتفي وأنعزل وأنسى؟ عن نفسي النت استفزت أكثر شيء، فهمتنا؟ ولا أنسى يعني ذيلا بعض العازفين نتلاقي وياهم، فهمتنا؟ ونستفيد منهم، فهمتنا؟ لكن أكثر شيء تمارين وأشياء كذا حصلها في النت. لكن النت مش التمارين كلها يعني اللي بتخليك يعني مرحلة الاحترافية، فهمتنا؟ الأشياء اللي بتيسرك بس يعني بتسهل مثلا عزفك، فهمتنا؟ لكن الأشياء ده التمارين الأقوى ده كيفي معاهد في ده كله بفلوس يعني، فهمتنا؟ عوض أنت حد شجعك ولا حطموك؟ أنت أول شيء من خلال من خلال ما أنا شاهدك يعني ماشي تحطيم بيحوق معاك يعني. والله شو بقول لك يعني من هنا يعني تحطيم وتشجيع في نفس الوقت. بس مالي منهم يعني. مالك ومال الناس يعني. تمشي أنت بس. لقدام. إيش اللي في راسي بلقيه. كثير نيازي كثير في هناك أشخاص ربما لما يلاقون هذا التحطيم خلاص يستسلمون، يقول لك خلاص يعني يحس وكأنه الأبواب كلها أغلقت من أمامه. شوف الموضوع الأساسي في هذا الشيء هي العزيمة. يعني الإنسان لما يكون عنده عزيمة قوية وحصل التحطيم ما بيهتمهم، يحاول إنه يشوف له مجال ثاني أو طريقة ثانية بحيث إنه يستمر ويساعد نفسه ويطور من نفسه لين ينجح ولين يكيدهم هذاك اللي صحيح. بس في عامل ثاني إن المساعدة تلعب دور أكثر. يعني لما تلاقي إنسان عنده رغبة قوية لكنه نوعا ما متردد، لما يحصل تشجيع وتوجيه على طول بينجح، على طول بيوصل لمراحل متطورة في أوقات قصيرة يعني. صحيح. في النهاية أصلا كل الناس يعني ربما هنا في بعض الأشخاص ربما لو الأغلبية إنجاز لنا التعبير يعني تعمل كذا مش عاجبهم، تعمل كذا مش عاجبهم، يعني كذا عاجب ولا كذا عاجب. فأنت عش كما أنت، يعني أنت موهوب خلاص عش ونمي وطور موهبتك حتى أنك تكون عملت شيء. يعني هذا لك بس مجرد حديث وكلام وفي النهاية ما في نتاج من هم، ما صنعوش اسم لهم. صح. عموما نحن نقولكم إلى فقرة أخرى، فقرة نلعب سوا إحنا وياكم،
لعبة بسيطة خفيفة. اه طبعا. بس الان بنطوره نحن مع بنجيب لك اوراق. بنطور الموضوع. في معانا قصاصات. القصاصات تحتوي على اسماء مأكولات. لا يغني عن مأكولات. لا 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 بقول لك. انت ليش بتسرع يعني؟ هقول لك لو القصاصات نسيت نوا بقول. القصاصات اللي موجودة فيها اسماء اكلات سريعة. أيوة. يعني عالمية وشعبية محلية من حقنا الدارجة. يعني سندوتش مدروة. من هذه الاشياء. كيف القصة؟ القصة انه هذه سماعة اذن. طيب. هتلبسها انت. اول واحد انت هتلبسها. سوي صبر بينا. وانت خلي معاك هذا. انت اللي حتختار ورقة وحتغشش وحتقول له الاسم مثلا سندوتش حتقول له سندوتش. وهم بيسمعك الموسيقى عالية. هو عليه انه من خلال كلامك يقول. نشوف انت مسامعك تقدر تسمع حتى اللي هناك ولا لا. طيب ما شاء الله. ما شاء الله انت جاهز؟ اكيد المخرج بيشغل لك الموسيقى وحيكون جاهز. اولا صبر قبل ما تشيل اي شيء خلينا نسمعه ولا ما تسمعه. راسك كبير. وهذا الحين وقفت يا اخي. لا 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 بغطت شيء خاف من الله. ايوه. شيء عوض اسمعنا اوكي ترد عليك. علي الصوت تسمع كيف حالك يا عمار نشوف كلامك الله يحفظك. خلص قوم هدي العادة. طيب خليك انت ناظر له وانت شيل اول ورقة. هاتي سهل تكلم عادي مش فاتك قوله كل الكلمة تكلم. اسبريسو. خلاص لا انت لا تلمس السماعات انت. اسبريسو سباستون. كمان ما اذكر له. اسبريسو سميستو. بريسو. الثاني طرحها الثاني اللي بعده. ولا سامي ذا. فربتشينو. والله خاف والله. حدك سامي انت حدك. ايش هذا تقرا ايش ذا؟ فرتشينو. ها فرتشينو. فرتشينو سامعيشينو. فرتشينو والله. كابستينو. لو يبغى ثلاثة. ها كابستينو. فلنتينو. فرتشينو. فلنتينو. فرتشينو. اللي بعد من بكره اللي بعده ولا طلع. انت 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 لف الورقه عشان يطلع لك شيء معروف. باخمري. يا ولدي باخمري ده بيجي باخمري ده كل يوم ده يكون بالسوق. ده اربع قصصات باقي ورقه ده كل يوم يكون بالسوق. يلا تمام عنا احنا. لا خلاص ما نديله هو. مفروض ان اربع قصصات انت على السريع نزلت ال عاشي هلا. لا خلاص ايوه بابا بخرين هات فلنتينو مدري من. يلا الان عواضي انت تكرر نفس القصه مع مالك. أصابع دجاج كبسة دياي. ها أصابع ها هك أصابع دجاج أصابع أسامي أصابع مسابح. أصابع دجاج إيه أصابع دياي. ايوه اصابع دياي كمان اللي بعده. اصابع دياي يعني اربع قصاصات. تشيز كيك. ايوه اللي بعده على السريع. ايوه تراميسيو. سماعات. حتى ما اتمنى اسكت. تراميسيو سهل.
تراميسو ها؟ تراميسو ترابيزو تراميسو تراميسو ترابيزكو. اللي بعده اللي بعده آخر حبة آخر واحدة آخر واحدة يلا ايوه وادي هتشوف ده شكله محلي ولا كنافة. خلاص نزل 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 شيله استاذ عمار كل شيء فينا الفقرة كانت ممتعة معاكم. اعطينا ال هاتوا نحن منها الاكلات خلاص اعطينا برضو السماعات. أمتعتونا وسعدتونا في هذه الفقرة. دائما قبل أن نختم في الفقرة الأخيرة والوصلة الغنائية الأخيرة اللي حتلهب حماس المشاهدين, في هناك موضوع نتناقش عنه, كل واحد يعطينا رأيه في هذا الموضوع من وجهة نظره. نتكلم عن الموضوع عن الغش بشكل عام, غش في الامتحانات, غش في البضائع, غش في أنك يعني الغش بشكل عام ما نخصصه على شيء. شو رأيك أنت في الغش؟ هل صادفت يوم مواقف يعني كان فيها غش في حياتك الاجتماعية؟ صادفت وايد لكن بس اختصار طول. اختصارا من غشنا ليس منا. لو في مثال ممكن من غشنا ليس منا كده رسول قالوا وخلص كلام في الموضوع ده كله. نعم بس نعم. نحن بغنا بننزل كده شوية بنسترسل واحد. بنسترسل معك والله. الغش هل ممكن عوض بسبعة يغش في يوم ما؟ ليه نغش؟ غشيت زمان في الامتحانات هات الصدق في الامتحانات لا مفر كده عيونك بس لا دار. بس الحمد لله يا أخي بعدين عدينا المرحلة دو ونسيناها. أتري أنا نحن عمار للماضي. شفتك إنك دحين إنك خلاص يعني. لا يعني شوفنا بقول لك نحن ذاك فترة ما احنا فاهمين ما نحن واعيين لكن الواحد يكبر ويفهم يوعى يا أخي. صحيح. هذيك الأيام عفوا يعني ذيك الأيام كنا ما احنا فاهمين إيش من غشنا ليس منا. لكن لما كبرنا وعينا وفهمنا. عيالك مستقبلا بتقول لهم هذا المعنى؟ لكن هم بيسمعونك بيقولون يقول لك ابن الوز عوام انت شكرا. كنت لا دار هم بيكونوا وا مالك تعقيبك على موضوع الغش طبعا الغش حرام هو فهمت انا لكن الغش لا يبني يعني مستقبل صحيح يعني الواحد ممكن يستشعر انه يكون عنده في داخله ضمير ودمه صح قبل لا يغش قبل لا يفكر انه كمان يقدم على هذا العمل طيب انت دحين طلعوا طلاب غشاشين كلهم سواء كان في المرحله التنوية أو جامعة يمارسوا العمل بإيش؟ بالغش ماشي عينه في راسه مفيش صح الطبيب بيقتل الناس والمعلم بيطلع ناس جهال فهمت كيف؟ يعني ماشي بيبني مستقبل ماشي والمقاول يعني لابناء جسر الله يحفظ سنة سنتين خلاص كده تحت شلوا السيل شل السيل شلك نيازي ايضا رايك مهم في هذا الموضوع الغش وما ادراك هل ممكن الغش كمان يطال الغناء والاشياء الموسيقيه يعني ولا شو ممكن يطال ممكن في 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 سرقه لحن يقول لك هذا لحن ممكن بالغش نهايه ممكن بالنهايه اما بالنسبه للغش في الموسيقى ما اتكلم والغش بشكل عام بشكل عام بالنسبه للغش هي بصراحه ولو بتكلم بالمستوى الحضري طبعا نحن زي حضارة معروفين بالأمانة بالصدق بالأخلاص والغش عادة سيئة دخلت دخيل علينا صراحة يعني من فترة قريبة ومن قبل ما كان في في ما في ما في كان موجود غش على مستوى الحضرمي بشكل عام بس إن شاء الله أتمنى أنها تزول هذه العادة وكل عادات سيئة ويرجع الحضرمي بسمعته الطيبة نعم. زي ما كانت أول نعم. بإذن الله شكرا لك يا نيازي وشكرا لضيفاي العزيزان الحبوب والرائع الأسمر الأسمراني عوض بسبعة وشكرا للمميز جدا بكلامه بفنه مالك الكلالي شكراً نورتونا وأسعدتونا في نجوم الليلة كنتم نجوم يعني خفيفين ظل ولكم ضحكة ومرحة ويعني الحلقة مرت من دون أن نشعر فيها يعني أي كلمة أخيرة تودون أن تقولها قبل لا أختم وأترككم مع الوصلة الختامية طبعا نشكر كادر قناة حضرموت على استضافتهم واختيارهم لنا كذلك أشكر العازف الجميل مصاحبنا نيازي والإعلامي المتميز طبعا عمار شكرا وجميع الطاقم نتمنى لهم يعني كل التوفيق في الجانبهم العملي
عوض اكيد عيونك فيها كلام. قول لا كلام لا حي ما شاء الله مالك كفى ووفى يعني. كفى ووفى مش عم باسمي وباسمه اتكلم معك لا اتكلم يعني خلاص انت حتى يعني بقول شكر موصول للطاقم وللجميع يعني ونحن كمان نشكرك وللمشاهدين نحن كمان نشكرك اكيد بترقصنا الان وبت كله بنلقيه بدندن إذن المشاهدين الكرام كنا معكم في حلقة جدا مميزة كان عنوانها الضحكة المرح التسلية الغناء المواهب كل شيء جميل حاولنا جاهدا أن نرسمه لكم في هذه الدقائق التلفزيونية كل شكر لكم ولطاقم البرنامج تحياتي وطاقم البرنامج لكم منا أحلى وأطيب وأرق المنى في أمان الله. ترجمة